رئيس قيس سعيد بالخارطة وخريطة الطريق، وربما أشبه بالعظم مع كامل الاحترام للمشاهدين الذي ألقمه، يعني عظما عظما ألقمه يعني الخارج حتى يصمت حتى لا يحرجه ويطالب بالبرلمان وغيره. هو في المهموتة يقولوا احنا بالعربي عمل الخارطة، خذا التواريخ المهمة جانفي جوان جويلية 27 ديسمبر، هو حتى عندما اختار تاريخ 25 جويلية تاريخ الاستفتاء ثم حدد 17 من ديسمبر تاريخ الانتخابات الشرعية، من أدراه أنه الاستفتاء سوف يكون لصالحه حتى يعين تاريخ 17 ديسمبر المقبل، يعني 22 هو موعد انتخابيا. كيف تقرأ هذا ما ذهب إليه البعض؟ صحيح، احنا امام حاله غير عاديه وغير طبيعيه في مستوى اعلى هرم السلطه، باعتبار انه البيان نتاع يوم الاثنين في الليل 13 ديسمبر كان بيان موجه في جزء كبير منه الى الخارج وفي جزء اخر لتصفيه حساباته مع الخصوم السياسيين بك اللغه المعتاده بتاعه، تهجمات معناها من نوع فيروسات وخونة وعملاء وكذا معناها ولصوص وغيره، ولكن هو يعتبرها ربما هذه المسكنات ليرضي الأطراف الخارجية ويفسح الأمر لنفسه أن يصفي حساباته ويلقى معناها المجال مفتوح في الوضع الداخلي، ولكن هيئات لأن المجتمع الدولي قاعد يحضر فيه كل مرة، معناها وزارة الخارجية الأمريكية وإن كان معناها في مستوى الاتحاد الأوروبي والمكلف بشؤون معناها العلاقات الخارجية زاروا في قصر قرطاج وأصدر بيان في بروكسل، سفراء الدول الكبرى سفراء المجموعة السبعة زائد معناها عديد الدول معناها وخاصة الاتحاد الأوروبي، كلها بيانات تنمو أن الوضع غير طبيعي وهم غير راضين على الوضع هذا، وكل مرة معناه يلفتوا نظره ويلفتوا انتباهه على المؤسسات وعلى الدستور وعلى الديمقراطية وعدم الانفراد بالقرارات، وهو يستهين بالأشياء هذه وباقي معناه في مسيرته. يقول قائل أنه كيف معناه معالجة الموضوع هذا بالمقارنة ببعض أوضاع أخرى، وقبل ما نواصل في ربما القراءة هذه حبيت أقول أنه بيان وزارة الخارجية الأخير يوم أمس الثلاثاء أنا في تقديري تم انتقاء الكلمات والعبارات بدقة، لأنه نجد فيه كلمة مسار إصلاحات، نجد فيه دستور، نجد فيه معنى انتخابات تشريعية برلمانية، نجد فيه مجتمع مدني، نجد فيه التشاركية، عبارات كلها تدل على ضرورة العودة إلى المجتمع المدني والعودة إلى الحياة السياسية الديمقراطية وإلى المؤسسات والبرلمان والانتخابات وكذا، قابلين الإصلاحات لأنهم واعين أنه قبل 25 جويلية كانت الحياة السياسية متوترة ويحبوا معناها شركائنا أنه نجاوزوا الوضع هذا، ولكن ليس بالانفراد بالقرار و معناها نظام استبدادي ونظام معناها فوقي يصدر هو القرارات ويمسك بكل معناها السلطات، لا، الشركان وخاصة واشنطن وبروكسل حرص شديد أنه تكون الإصلاحات هذه نتيجة معناها عمل تشاركي وتكون المجتمع مكونات المجتمع الوطني والمجتمع المدني في تونس لها الكلمة في الموضوع هذا. ثم نعود إلى ما ذكرته في البداية وبالمقارنة ببعض التجارب الأخرى، نعرف أنه عندما على غرار إيران أو على غرار معنا بعض البلدان في أمريكا الجنوبية وحتى بعض البلدان الإفريقية، عندما معناها صاحب القرار يغض البصر و معناها يسكر أذنين معناها ما عادش يحب يستمع معناها إلى ملاحظات وإلى الأصوات الخارجية وخاصة هذه المرهبية مع شركاء تونس، لربما تؤول الأمور إلى ما لا يحمد عقباه وتولي حقيقة معناها محاصرة وتولي لربما ترتب عليه مقاطعة ولربما ترتب عليه معناها حتى عقوبات وحتى حد ما عاد ينجم معناها يقدم له يد المساعده او يحاول معناها يجد منفذ
للخروج من عنق الزجاجة، وبالتالي لا يجب أن نأخذ ما أخذ الاستهزاء البيانات الخارجية الأمريكية أو بيانات بروكسل أو شركانا معناها التقليديين اللي معناها يعتبروا وحارسين على إنجاح الانتقال الديمقراطي في تونس، وحارسين أنها التجربة الفريدة من نوعها في إقليمنا وفي محيطنا الجغرافي تنجح. وبالتالي لا يجب الاستهانة بالملاحظات متاعهم، لأن تنجم تترتب عليها ما لا يحمد عقباه من معناها أكثر قساوة وأكثر إجراءات اللي لربما تهدد العرش وتهدد معناها اللي ماخذ بزمام الأمور قبل ما تهدد معناها مصالح الشعب التونسي. وإحنا ما نتمناوش أن نوصل الأشياء هذه، نتمناو لربما بعد حالة صوت الحكمة يرجع، ورغم أنه معناها أنا على يقين أمام حالة نادرة من التعنت من الغرور من معناها عدم الاستماع إلى أي أقرب الناس لي حتى يساندوه يوم 25، لأنه أحنا قلنا منذ يوم 25 هذا الانقلاب ولا يجب أن يمر، ويجب أن نقاومه بالأسلوب السياسي وبالأسلوب معناها المعتاد عليه الديمقراطية في البلدان معناها المتحضرة واللي معناها تنمو إلى الحداثة والقيم الكونية. ولكن للأسف الشديد حالة لأمامنا حالة غير عادية. نعم، إنسان يحب معناه بكل السبل يحتكر معناه جميع السلطات، وحتى معناه أقرب الناس لي اللي ساندوه اتهمهم أنهم طماعة ولصوص. نعم سعسى تدعني أنقل توجهلهم بعبارات للأسف شديد معناه فيها إهانة وفيها هذه الناس اللي معناه ساندوه ما بالك معناه بالخصوم السياسيين. وبالتالي نعم، الحالة اللي احنا أمامها تتطلب معالجة من نوع آخر. نعم، يزم مسألة موازين قوى، يزم تكثف معناها من التعبير عن الغضب والتعبير على المعارضة متاعك وتلعب دورك اللي أتحولك الدستور سنأتي سنأتي أستاذنا سعد سفير معذرة أنه سعد سفير